دايما اللي هي الطرفين، عنده اتنين سرعة جدا على الطرفين يقدر يستغل منهم، وده اللي حصل ان هو كان ممكن يحرز اكتر من هدفين. عكس بقى طيب اتفضل استاذنك اخد كابتن عبد الباقي جمال مدرب وادي دجله. كابتن عبد الباقي اهلا بيك. اهلا بيك حبيبي ازي حضرتك. مش عارف اقول لك مبروك على الشكل الجميل في الدوري ولا اقول لك هارد راك على الماتشات اللي بتخسروها، واحنا بنبقى زعلانين اصلا. بس طبعا انت عارف الانتاج النهارده عمل مباراه كبيره، وكان معانا كابتن مختار من شويه قال ان هو احترامكم جدا جدا، وعارف ان هو بيلعب فرقه قويه جدا من اقوى الفرق ان لم تكن الاقوى في الدوري الممتاز. فمش عارف اقول لك ايه بصراحه، انت اختار. فضلك احنا يعني بقى لنا يمكن ده بالذات الماتشات اللي عملنا اداء كويس، استحواذ كويس، احنا كنا عارفين مميزات فرقه الانتاج الحربي، هم دايما بيدافعوا كويس، بيلعبوا على الاتاك زي معظم الفرق مميزين جدا. طب انا خليني اتوقف معاك عشان يعني خليني اخد منك جمله بجمله واتكلم معاك فيها، عشان اكيد الساده المشاهدين عايزين يعرفوا دماغ تكيس فيها ايه، واكيد حضرتك طبعا فرد من افراد الجهاز الفني فاكيد عارف تفكيره الفني. هل انت بتلعب كوادي دجله واسلوب لعبك مع اي نادي، ولا بتشوف اماكن معينه بتخترق منها دفاعات اي نادي بتلعبه، ولا انت طريقتك ثابته زي انتوا يعني بتفكروني بالفرق الكبيره فعلا، واحنا بنشوف فيكم الفرق الكبيره برشلونه والفرق اللي هي بتلعب باسلوب وستايل وشكل بتلعب بيه قدام كل الفرق هو نفس اسلوب، هل انتوا بتعملوا كده ولا بتغيروا طريقتكم الهجوميه على حسب الفرق اللي بتلعبوها؟ الطريقه كابتن والفلسفه ثابته، يعني الطريقه تمام الفلسفه ثابته، الخطط بتفرق طبعا من فرقه لفرقه ثانيه، فرقه مثلا من بيبقى عايز تخترق اكتر من الاطراف او من العمق اكتر عندهم تمام. مثلا تمام. حتى بطريقه دفاعهم بتختلف من فرقه لفرقه، وتقريبا يا كابتن احنا في كل ماتشاتنا تقريبا بنبقى احنا اللي مسيطرين بنسبه كبيره جدا. دي حقيقه. ولينا فرص يعني دي حقيقه. النهارده احنا لينا فرص، لينا فرصتين مش الثانيين، لينا فرص يعني بتاعت مثلا كريم ممدوح قول 100% يعني لينا فرص حقيقيه، يعني بنقدر نخلق فرص مش بتبقى حاجات جايه لنا بقى يعني باي لك او حاجات. لا 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 احنا شايفين، احنا شايفين، ولو باي لك يعني هقول لك على فكره. بنخلق فرص والله، بس يعني النهارده تحديدا يعني طبعا الانتاج فرقه محترمه طبعا، وعندهم مثلث هجومي، عندهم سرعات مش طبيعيه ومميزين جدا خصوصا في التحول كده، يعني هم بيدافعوا كويس، اول ما بيستخلصوا الكره بيبقى عندهم باقل وقت ممكن بيوصلوا للجول بتاعنا. والمفروض ان انتم بتبقوا عاملين حسابكم على الحته دي. احنا والله كابتن كنا يعني الشغل ده كله احنا متمرنين عليه، ومكلمين اللعيبه ومرنوا لهم يعني غير التمرين عليه في الملعب شايفينه في المحاضره فيديوهات غير الفرقه اللي لعبها كويس. وكنا كان بطوله مستوى، بس مرة في توفيق برضو الجول الاولاني كوره متشاطه من حدود 18 غيرت اتجاهها بالظبط. يعني في شويه يعني انا مش بلوم اللعيبه، بس يعني الراجل معدي سهل جدا كده من وسط المدافعين عندنا، يعني ما اعرفش يعني في رؤونه وثلاثة على واحد، ثلاثة على واحد كام؟ تسعة موجودين بيدافعوا لا لا في الجول التاني. لا لا أنا قصدي يعني التنظيم الدفاعي كان صعب قوي، يعني تسعة لعيبة موجودين يا كابتن على خط واحد في كرة واحدة، يعني الراجل لما فات مش بيتكلم في الكرة دي يا كابتن، هو بيتكلم في التاني بتاع دجلة اشتراك من واحد ضد بتاع الإنتاج. آسف يعني اتفضل يا كابتن. يعني هو كان في راجل عدى بسهوله قوي كده من وسط اللعبه بتاعتنا، يعني كانت معظمها حاجات فرديه قله خبره من لا، واحنا فعلا لعيبتنا فعلا صغيرين، احنا مش الكلام ده احنا عارفينه، وان لعيبتنا محتاجه وقت، لكن برضه كابتن حضرتك شايف والكباتن طبعا كباتننا اللي في الاستوديو طبعا عارف كابتن يعني كباتن كبار موجودين، احنا بنتحسن، فده اللي مطمننا كابتن ان احنا الاداء عندنا بيتطور ده ماتش لماتش. التوفيق يا كابتن هيجي ان شاء الله، التوفيق جاي. والحاجات اللي اتكلمنا فيها معظم الحاجات اللي اتكلمنا فيها انها سلبيات احنا والله دارسينها وشايفينها، يعني احنا زي الناس برضه عارفين ان احنا ممكن يبقى في عندنا ممكن ناس تبقى مشكله احنا استحواذ سلبي، لا احنا كابتن بنقدر نخلق، يعني الاول كنا ممكن بنخلق فرص الفرقه اللي قدامنا الستات الاخير بنلاقي صعوبه شويه، لا دلوقتي عندنا حلول وكل اسبوع بنزود حاجه وبنعلم حاجه جديده للعيبه، لكن الفلسفه كابتن مش هتتغير ثابته ومش هتتغير. يا كابتن انتوا عاملين طفره في الكره المصريه، دي حقيقه. ربنا يخليك بجد والله، انتوا عاملين فعلا طفره في لا ده مش انا اللي بقول، ده كل الناس اللي هم بيفهموا كوره بيقولوا ان دجله عاملين طفره فعلا في الكره المصريه، وحاجه فعلا بتحب تتفرج على دجله، والجهاز الفني بتاعكم مطمع لكل الفرق، خلي بالك. مطمع ان هم ياخدوهم، يعني مش مطمع ان هم يكسبوهم. يا كابتن ميدو انا عايز اقول حاجه كابتن لو سمحت، عايز اقول حاجه. خد بالك ان الاستحواذ والتشويق مش كل حاجه في كره القدم. النهارده وادي دجله بيحتاج الخبرات،
بيحتاج المواقف الدفاعيه الصلبه. يعني في اوقات وانت كسبان او جايب جول متعادل فيه محتاج يبقى فيه تنظيم اكتر من كده، واخد بالك؟ كابتن، هو الراجل بيتكلم ان هو شغالين، حتى الولاد كلهم صغيرين مع الوقت، لكن انت محتاج خبرات كمان تترمي في وسط الصغار دول عشان يبقى انت دلوقتي عندك قوام للفرقه عشان تقدر تفضل في الممتاز. فالنهارده انا ما افرحش ان انا بادي كوره جميله وكوره من تحت منظمه، فعلا ده اسلوب راقي يضاف للكره المصريه، لكن في اساسيات بقى في كره القدم. في ال 90 دقيقه في بدافع ازاي، بهاجم ازاي، بعطل ازاي. انا اختلف معاك يا كابتن ماهر بصراحه، لازم ندي الناس دي حقها. انا الناس، انا بتكلم على الحق، لكن انا بتكلم على المدى اللي بعد كده. كابتن ماهر، في خوف على الفرقه، قلبه على الفرقه. لا أنا في خوف على الفرقه، عارف يا كابتن عادل؟ مظبوط يا كابتن. بس لما نخلص كابتن عبد الباقي هنتناقش فيها النقطه دي. والله كابتن الجزء الدفاعي هنبقى شغالين عليه، بس هو كابتن حضرتك عارف دايما الفرقه اللي بيستحوذ معاها واللي بيتهاجم على الاكبر طبيعي يبقى في ممكن يبقى في مساحات شويه. اكيد يعني. هو الكابتن ماهر قصده بقى والكره اول ما تفقدوها يا كابتن عبد الباقي لازم يبقى في دور دفاعي في كره القدم، تحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. وانا معيش الكوره بدافع في تنظيم دفاعي، وانا لما بضغط وبستحوذ عندي واجبات هجوميه بقدر اقوم بيها. اتفضل يا كابتن. اتفضل. احنا النهارده يا كابتن كان الراجل كان مركز عليه جدا وشغالين عليه، لان احنا عارفين هو ده كابتن الدفاع الحربي انيس فرقه. يعني احنا لعبنا كل فرق الدوري الممتاز وكل فرق بندرسها وبنعملها تحليل احصائي يعني، وبنشوف الاجوال اللي جابوها ازاي. الانتاج الحربي امنت فرقه كابتن في التحول من الدفاع للهجوم، وصلوا الجول في اقل زمن. دي حقيقه، دي حقيقه. عندهم كابتن الطاقم اللي كل لعبه، يعني عندهم سواء اللي بيلعب النهارده او حتى البدلاء بتوعهم، يعني في النهارده الوينج رايت والراجل ديوارا حتى التغييرات عندهم سرعات وقوه. كلهم يا كابتن لا عندهم سرعات قوه كمان، حتى جيمس ايدي، حتى بالظبط جيمس ويليام، كلهم يا كابتن عندهم 6 7 لعيبه في الجزء الهجومي رائع جدا. فاحنا كان النهارده كنا بنشتغل لما نفقد الكوره ازاي ان اول لعيب يفقد الكوره لازم يدور عليها تاني، عشان لازم يا كابتن نضغط الكوره من اول، يعني نعطلها، يعني نستخدمها، يعني ناخر هجمتهم. كان يا كابتن شغالين عليه بتمارين وفيديوهات، يعني بنشتغل عليه، وده طبيعي احنا بنشتغل على طول عشان فلسفتنا لازم نشتغل على الجزء ده. بس يا كابتن كل حاجه بنعملها بتطبق زي الكتاب قال في الماتشات، وزي ما بقول لحضرتك برضه لاعبتنا يا كابتن يعني شويه بتفتقد الخبره. يعني كل لاعبتنا تقريبا او منهم حتى محمد محمود اللي راح الاهلي وراجع بقى لعيب دوري اول موسم ليه في الدوري الممتاز، يعني هو لاعب تاريخه في الدوري الممتاز يا كابتن لا يتعدى ال 20 مباراه. ده يعني ده دلوقتي اهم لعيب اللي عندنا اللي هو اللعيب الدولي، بيلعب في منتخب مصر الاول ومنتخب اولمبي وراح النادي الاهلي. ده تاريخه يعني خبراته كلها في الدوري المصري ما بتتعداش ال 20 مباراه بالظبط، يعني هو ما لعبش 17 ماتش عندنا، والسنين اللي فاتت مشاركاته كلها ما كملتش 3 ماتشات. كابتن النقطه اللي شويه يعني صبر وشكلنا كابتن، يعني احنا برضو مش مبسوطين بان احنا الشكل كده والنتيجه ما كملناش، لا طبعا بالعكس، يعني احنا النتيجه طبعا اهم حاجه في الكوره النتيجه أكيد. لكن هتيجي من خلال الاداء الكويس اللي طالما احنا بنتطور كابتن فاحنا مطمنين. الحمد لله برضو كابتن الفرقه كلها السنه دي قريبه، يعني مكسبين ولا حاجه بتلاقي الفرقه عادي المقاولين 5 ماتشات بقى رابع الدوري او ثالث الدوري، يعني رابع الدوري تقريبا منفرد يعني في المركز الرابع. يا كابتن عبد الباقي، لما الكابتن مختار انت بتقول عليه احسن فرقه في الدوري بتعمل التحول من حد فعال الحاله الهجوميه، الكابتن مختار لما سالته قال لي انا بلاعب افضل فرقه في الدوري وان لم تكن الافضل، واحترمتها احترام كبير جدا. 11 يوم عمال اذاكر دجله، فانتوا عاملين انتوا عاملين طفره فعلا في الكره المصريه، وانا بحييكم وبحيي المدرب تكيس على اصراره ان هو ينفذ فكره، واصراره ان هو ينفذ فكره لاخر ثانيه، مع ان دي بس اللي انا بختلف معاه فيها، ان هو لازم يعني خلاص الثواني الاخيره لازم بقى العب احاول اجيب جول، لكن طريقته تحترم. وكمان الناس اللي بتفهم كوره وبتحب الكوره، لما انتوا بتتلموا حوالين بعض وانتوا فرحانين بجول، ببقى انا عارف انتوا فرحانين عشان انتوا عملتوا جول انتوا متمرنين عليه، فحاجه جميله جدا وكل التوفيق ليكوا، اكيد هتجنوا ثمار هذه التجربه في الدور الثاني ان شاء الله. كباتن الكبار اللي مع حضرتك مفتكرين جدا يا كابتن. شكرا جدا. احنا خوفنا بس ميدو على وادي دجله، احنا بنتكلم على المستقبل. صح يا كابتن عادل؟ بص يا كابتن.